ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر برو، فيديو جديد. فيديو النهارده حد جديد في القناه، اوكي. وحد ده انا سمعته قبل كده، كلنا سمعناه، احمد مكي، قطر الحياه. طبعا انا اغنيه دي اتفرجت عليها قبل كده وسمعتها قبل كده، فانا عجباني اصلا لان بيحكي قصه، ويمكن دي من ضمن الاغاني اللي انا بهتم بالكلام اكتر من التراك او البيتس، البيت الموجود يعني. فاحمد مكي بحس ان يعني ليه هدف غير الرابرز تانيين، ليه هدف صالح فشخ وصريح، ان هو اول هو ان احنا كلنا نبقى كلنا بنحبه، لان احنا عارفين مين احمد مكي، اوكي، غير بقيه الرابرز تانيين اللي هو ممكن تحس ان هو بيتصنع ان هو شخص كويس، اوكي. احمد مكي ما بتحسش كده. ما علينا، خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. احنا عارفين كده كده، بس عامه يلا ليتس جو، مش لاقي حاجه اقولها، يلا ليتس جو. اوكي نشوف انجلش. اوكي يا رب يكون مكتوب بالعربي. ده الساين بتاعه، عارف انا الكبير. ده احنا ممكن لو عايزين نعمل برضو رياكت على اغنية الكبير، برضو انا بعشق اغنية الكبير. جامدة وحشة. قطر الحياة. شوية. واو. اوكي انا هجرع الاغنية عشان ايه، احنا كلنا انا عايز الاغنية بصراحة. وانا الوحيد واقف مكاني ثابت، في ناس اختارت سكة صابت، ناس تانية اختارت سكة خابت. احساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل، ابوك وامك واخواتك واصحابك شايفينك عاطل. قوم يا ابني اسعى وحاول، والله غلبت احاول، يا ما حاورت قبل الجول ما يجي يطلع فاول. ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحوستي حوسة. مين حس بالكلام اللي هو قاله ده؟ اعتقد كلنا 99.99% في المية من الناس كلها حاسب نفس الكلام ده، انا واحد منهم، نفس الكلام اللي هو قاله ده بالظبط. اديني عاطل. قوم يا ابني اسعى وحاول، والله غلبت احاول، يا ما حاولت قبل الجول ما يجي يطلع فاول. ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحوستي حوسة، ودست بعد اخر البنزين بدوسة. في كل مقابلة شغلانة يتقال لي لف نفسك، مش هدك مدد جنب اي حيط وخد لك بوسة. رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنة، لقيت حسبت تاني وتالت واتخبيت. ببص في المراية كم شعرايا بيضة لقيت، وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت. بتعامل من عيلتي على اني عالة وحالتي حالة، ثقتي بنفسي راحت، النجاح بقى استحالة. نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا، نفسي القى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية. وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك على الطريق، ما يفيدش صاحب غير صاحبه، اسمع من الصديق. قال لي في الضرب حلوة بالليل عاملينها، سألتهاش ضحك قال لي بيسة، قلت له لك منها. قال لي ما سألت ما يفيدش صاحب غير صاحبه، اسمع من الصديق. قال لي في قعدة ضرب فجرت الكاميرا وبطلت تصور. حلوة بالليل عاملينها، سألتهاش ضحك قال لي بيسة، قلت له لك منها. قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من أول شكة. أقنعني بالليل فعلا شكت لي أول شكة. مفاصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت، بكلم نفسي من جوه وبرغي ومن بره ساكت. همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت، كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وتاهت، عدت ساعات في ثانية. انا سمعت ان الحاجات دي برضو بتجيب ساعات بتخليك ان انت تكتئب،
مش دايما تقريبا الحشيش تقريبا حاجة زي كده ممكن ناس تدي طاقة يعني تشتغل اوكي لما بعد ما تشرب حشيش تقريبا حاجة زي كده. انا ماليش على فكرة في الحاجات دي، انا ما بشربش سجاير اصلا ولا خمور ولا اي حاجة، فما اعرفش ايه الفرق اصلا. بس سمعت ان هو في ناس بتشربه عشان يخلصوا شغل، اوكي ده تقريبا مبرر مش حقيقة. وفي ناس تانية بتجيب لهم اكتئاب، يعني بتوديهم في دنيا قرف اكتر من الحياة اللي هو عايشها تقريبا، او اللي هي بتبين له الحياة المقرفة اللي هو عايشها، يعني بتبينها له اللي هي بتوضحها له اللي هو بتجيبها له قدام وشه كده، اللي هو دي حياتك دي الزفت ده اللي يعني اللي انت شايفه ده حياتك الخرق، يعني مش عايز اشتم بس يعني ده اللي فهمته. اوكي فما اعتقدش، مش عارف اذا كانت الحقنة برضو نفس الكلام ولا لا، مش عارف. لقيت الصحبة قايمة، دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة، دفنت نفسي تحت البطانية جسمي متلج، نمت في أقل من ثانية نومة واحد متبنج. قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة، وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة. هي هي الحياة، هو هو أنا أنا، زهقت اتخدت من الحياة تقدر تقول مليت. صحيت وفقت رجعت تاني للواقع والعكننة، عدى النهار بطيء كأنه كان شهر أو سنة. نفسي النهار يعدي بسرعة واضرب تاني، ارجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني. خلوني اضرب معاهم كل يوم وبتعزم، خلاص دخلت السكة والطريق بيترسم. فاجئني صاحبي في يوم قالهالي في وشي خفة عوم، اجيب فلوس منين ليا وليك نضرب كل يوم. شاشخ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم، من النهاردة مفيش ضرب ببلاش مفهوم مفهوم. روحت وتاني يوم في ميعاد الضرب جسمي اتكهرب، كرابيك في ظهري ومناخيري سايلة وبتسرب. عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس، بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس. وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس، كله كرهني وبيهرب مني تقلت على النفوس. 50 جنيه في 50% في 100، بس رأي وماتي فلوس من البيت وكله شك فيا. نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية، خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة. هي دهب امي موبايل اختي لابتوب اخويا سرقتهم نزلت اهرب. طب واخرتها يعني بعد ما سرق كل حاجه اخرتها؟ البيت وقفنا ابويا حاول يمنعني، مسكني من ايدي جامد زقيته، اتخبط في الحيط وبص لي ازاي ابني واذيته. خد مني كل حاجه وتربس الباب غضب، ساعتها طلبت اغرب حاجه ممكن تطلب. عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمه، اتهمني بالجنون واداني كام شتيمه. ببان كل الاوض بتتفتح عيلتي بتتفرج، لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج. سحبت بنت اختي 3 سنين ناحيه شباك، هاتوا الفلوس لارميها فجاه زاد الارتباك. امي بكت بحرقه قدامي فوق 3 ثواني، رميت لي فلوس وبصوت عالي ما اشوفش وشك تاني. امشي مالكش ام يا ابغض من شيطاني، خدت الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي تاني. قطر الحياه بيعدي بسرعه سنه في سنه في سنه، وانا زي ما انا من لما كان عندي سنه. هي الحياه. هو كان تقريبا ضرب قبل كده صح، وكان خف طلع منها تقريبا. انا كنت اتفرجت استضافه كان اتكلم عن الموضوع ده على ما اعتقد، او كان جت فتره كان تعبان والله ما فاكر، يبقى فكروني عشان انا ناسي. كان حاجات انا اتفرجت عليها زمان، كانت اول ما طلعت الاغنيه دي، لان كنت بحب احمد مكي فشخ، بحب اتفرج على كبير قوي والمسلسل اسمه ايه اللي هو اللي كان فيه اللي هو اتش دبور اللي هو يو يو يو، مش فاكر كان المسلسل اسمه ايه والله ما فاكر. هو هو انا زهقت اتخدت من الحياه تقدر تقول ملي، خسرت كل اهلي واصحابي بقيت وحيد. تامر وشوقية، تامر حاجه زي كده، تامر وشوقية تقريبا انا معتقد والله ما فاكر. من هجيب فلوس لازم الاقي طريق جديد، فجاه افتكرت جار من سني ساكن لوحده طول عمره، ابوه في اعاره بره مصر وشهر فلوس يبعت له. شديته زي ما اتشديت انا لنفس الطريق، لقيت مصدر فلوس جديد وبيته لقيت صديق. نضرب سوا بفلوسه وفي بيته ملناش ظهور، شقة سنين أبوه خلص كله في 4 شهور. وفي ليلة بنضرب جات له مكالمة ما صدقهاش، أبوه عرف إن ابنه بيسرق واتنقل إنعاش. كل عصب في جسمي اتوتر، زودت الجرعة أكتر، الجرعة المعتادة خلاص ما بقتش تأثر. شريط حياتي بيتعرض قدام أخبار في أخبار، ضربت السم في عروقي زودته أكتر وأكتر. نفسي
سفنا واخلص من الدنيا زي المية اتبخر كمان زودت سنة جسمي كله تلون اصفر صاحبي اتفزع قام واتسرع مالك اصفر ليه يا جدع جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحية اتلدع رغم اني غرقان في العرق جسمي متلج موجوع وجع من خضتي دي تصرف طولي جسمي على الارض اتلدع جسمي رافض لكل امر مني القوة تهدد والدنيا بتضلم تدريجي واحدة واحدة اسودت اخر لقطة في حياتي شفتها كانت مأساة صاحبي مرعوب وبيراقب فراقي للحياة قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة هي هي الحياة هو هو انا زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول مليت انا عمري بسرعة انتهى رجعت شوف حياتي ملقتش في حاجة عدلة تتذكر لي عملتها حياتي راحت مني كلها ضيعتها ندمان على كل لحظة غامقة في يوم انا عشتها يا رب اديني فرصة مات تاني ارجع للحياة همشي في طريقي صح لحد اخر منتهى دي حاجة صعبة فعلا انك تختفي من الدنيا والناس ما تفتكركش بحاجة حلوة لوجه الله احنا من امتى واحنا عندنا قبور كده من امتى وعلى البحر على الشط قصدي او على البحر على البحر واو اوكي يعني ودى نفسه في يعني هو اصلا حياته سودا وده في اسود من كده يعني يا لهوي وهو مش اذى نفسه بس ده اذى كمان الناس اللي معاه عيلته ما علينا اهم حاجه الناس ما تفقدش الامل اوكي دايما في طريق احيانا ربنا بيقفل ابواب عشان بيفتح لك ابواب في حته تانية انت ما كنتش تتخيلها ودي حاجه انا دايما يعني بقولها ودي حاجه مقتنع بيها وفي برضو آية بحبها جدا اللي هي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فدي فعلا حقيقة ممكن ربنا يقفل لك طريق انت عايزه لان كان زي سلايفر كان سلايفر تقريبا قالها وبرضو انا ذكرتها في فيديو قبل كده ان هو بيقول لك ربنا كنت ذكرتها في فيديو بتاع ايس ان ربنا مش بيديك اللي انت عايزه بس بيديك اللي انت محتاجه اوكي فدي حقيقة اوكي دي حاجة حقيقة فعلا وحاجة لازم كلنا نؤمن بيها ممكن ربنا بيخليك ان انت ما تلاقيش شغل او ما تعملش تحققش حاجة عشان ممكن يبقى ليك طريق تاني مختلف انت مش عارف ايه هو اوكي هو هيظهر لك بس مش هيظهر لك مرة واحدة هتلاقي نفسك ممكن تلاقي الطريق ان انت ماشي فيه غصبا عنك اللي هو انت حاجة ممكن تكون انت مش حاببها اوكي بس فيما بعد هتلاقي نفسك ان انت نجحت في الحاجة دي هتبتدي هتحبها بعدين ف حد شايف كده الامل بس مش لاقي حاجة تانية اقولها اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ويلا تشوس